طلب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لواء أحمد المسماري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع بعض الدول من مساعدة التنظيمات الإرهابية في طرابلس، مشيرا إلى تورط تركيا في هذا الصدد. وأكد المسماري أن معركة الجيش الوطني مستمرة حتى إتمام تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية المسلحة. سنواصل المعركة بكافة أشكالها العسكرية والسياسية والإنسانية من أجل تخليص بلادنا وتخليص العاصمة من العصابات الإرهابية ومن مثل هذه التسريحات. We will continue our fight in different ways, in military ways, in military way, political way, humanitary way, until the end. وبالتالي أكرر خطابي لأهلي في طرابلس. And here I would like to repeat my statements to our people in Tripoli. أننا في هذه المعركة هي معركة الوطن بكل مكوناتها. And this fight is the fight for the nation in all types of people in Libya. عليكم بتوجيه أبنائكم نحو خير البلاد ونحو نمائها ومستقبلها. You have to drive the or direct your kids to the good of Libya. كذلك عدم الاستماع للإشاعات. And don't listen to rumors. وللتسريحات المأجورة. And to the paid statements. التي دفعت فيها أموال من أجل أن تخرج إلى الواقع. Which was financed so that you can see it on media. في نهاية هذا المؤتمر. At the end of this press conference. هناك أخوة لنا عسكريين في المنطقة الغربية الآن. We have brothers and military brothers in the west of Libya. واقعين تحت ضغط ميليشياوي كبير جدا. Under the militia pressure. وقرارات ظالمة من السراج. And illegal decisions made by Sarraj. أدت إلى إيقاف رواتبهم. Caused that their salaries were stopped.